اسمي سالم، عمري 11، ألعب نادي الكويت كرة قدم. بدايتي كانت قبل 6 سنين، وأبوي وداني هني، شافوني إن أنا زين وألعب كرة قدم زين، كان يأخذوني. تفاصيل كرة القدم هي لعبة في كرة ولازم في جولين، وفي فريقين 11 ب11، وفي حكم، وفي جولش ودفاع ومهاجم وجناح ونص، ولازم تقول على الفريق الثاني عشان تفوز. استفدت من هذه الرياضة ان يقوي الجسم والريول ويعلمك اشياء جديدة. جدولي ان اول شيء نبدي بتسخين الريول، بعدين مربعات، وبعدين استحواذ، وبعدين تقسيمة. عشان اكون ناجح بين الدراسة والرياضة، ان اول ما ارجع من المدرسة اشوف اذا عندي واجبات او اشياء، وبعدين يوم اذا عندي واجبات احلهم، اجرب احلهم قبل لا اروح النادي. اذا ما قدرت احلهم باكر الصبح واحلهم، اقوم الصبح عشان ما تشوفني اصابة، اكل عدل، اتمرن عدل، اسمع كلام مدربي، اسوي استرتشات اكثر. اذا واحد نفس مكاني اشوف نقاط ضعفه، ان هو يلعب يسار، انا اجرب اروح له لليمين عشان ما يقدر يقطعهم. اسهل تمرين عندي كرة القدم مربعات، واصعب تمرين عندي كرة القدم استحواذ. نقطة ضعفي ان اجرب امرن ريولي الثانية اليمين. كابتن مشعان ودورنا معانا ان يعلمنا كرة القدم، ويجرب يعلمنا اكثر واكثر. المدرب اللي شافني وهذا اسمه كابتن الشراد، وعلمني ودربني وخلاني انا بنادي الكويت. اشوف ولي امري ان يساعدوني، يعلموني، يخلوني اجتهد اكثر واكثر. علاقتي مع ربعي بالنادي وايد زينه، ويحبوني وانا احبهم. اللاعب اللي متفاهم معه ويخليني اجتهد اسمه ابراهيم. يعرف يشوفني وين انا، ويلعب لي باصات وانا اشوفه وهو وين. فريقي داخل الكويت هو نادي الكويت، وبرا الكويت مدريد. قدوتي داخل الكويت احمد الزنكي، وبرا الكويت رونالدو. اشوف مباراه بالتلفزيون واحد نفس مركزي، اجرب اتعلم حركات جديده، واجرب اتعلم شلون يتحرك وشلون يلعب باصات، ويشوف الملعب كله. اذا باكر عندي مباراه اجرب اكل عدل، اتمرن، اسوي استرتشات، انام عدل. اذا تبي تكون لاعب ناجح لازم تتدرب، تزيد من مستواك وتجرب تصعد فوق. انصح الشباب اللي ما يلعبون رياضه ان يجربون يلعبون رياضه، لان زينه حق الجسم وحق العقل. أنا اسمي هاشم طارق الشخص، عمري 14 سنة، ألعب كرة القدم بنادي الكويت. بدايتي بدخول النادي كانت ب 2015، كنت توني طالع من النادي العربي وجيت نادي الكويت. كل فريق فيه 11 لاعب، فيها حكم، وإذا الحكم عنده كرت أصفر عنده كرت أحمر، وإذا اللاعب خذ كرت أصفر مرة ثانية سوى فاول ياخذ كرت أحمر، وفي حكم ساحة، وإذا تعادل الفريق في أشواط إضافية،
وإذا تعادل مرة ثانية فيها بنتيات. تفت صحتي وتكونت صداقات. المباراة اللي لعبتها ما أنساها، كنتني داش النادي لعبت بطولة ومباراة نادي العربي وقولت جولين. أنا ألعب 5 أيام بالأسبوع، أتدرب 1.5 ساعة، تدريبي مربعات واستحواذ وتقسيمة. علشان أكون ناجح أول ما أرد من المدرسة أشوف إذا عندي واجبات أو شيء، بعدين أروح النادي لما أخلص أرجع وأدرس دروسي. عشان تتفادى إصابات كرة قدم أول شيء لازم تسوي إطالة ولا تقعد ماي ثلج. علشان أعرف نقاط ضعف لاعب الفريق الثاني أشوف شنو الأشياء تتطلب المكان اللي هو يلعب فيه، وأشوف إذا هو سوى الأشياء ولا لا. أصعب تمرين الاستحواذ وأسهل تمرين المربعات. ما عندي أي نقطة ضعف في كرة القدم. بالنسبة للبطولات لعبنا بطولات داخل الكويت، وبالنسبة للمعسكرات ما رحنا ولا معسكر. البطولات أشوف أخطائي وأتعلم من الأخطاء. اليوم مدربي كابتن عزيز وايد مهم، وهو اللي يشجعنا وهو اللي يدربنا. المدرب اللي أثر فيني هو كابتن فرج. علاقتي مع ربعي بالنادي، مو بس ربعي، هم إخواني. اللاعب يتفاهم معه ودائما في تحدي بينه وبينه ناصر صقر. طموحي بلعبة كرة القدم إني أكون من أفضل اللاعبين بالعالم. فريق المفضل داخل الكويت نادي الكويت، وبرا الكويت ريال مدريد. قدوتي بكرة القدم باولو مالديني، داخل الكويت فهد الهاجري. لما أشوف مباريات على التلفزيون دائما أشوف الأخطاء وأشوف إذا أنا عندي إياها ولا لا. إذا كان عندي مباراة قبلها بيوم أو يومين أنام عدل، أكل عدل، وتدرب عدل. تكون لاعب ناجح لازم تاكل عدل، لازم تنام، ولازم تسوي إطالة عشان ما تيك إصابات. أنصح اللي ما يلعب رياضة يلعب الرياضة اللي هو يحبها، عشان حق العقل وحق جسمه وحق صحته.